مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار. ما تفتكرش دايما ان الحياة هتمشي على هواك، وما تفتكرش ان كل الظروف هتخدمك وهتبقى معاك. لازم تلاقي شوية مشاكل، لازم تلاقي شوية صعوبات وتحديات، ومش هيبقى قدامك الا حل واحد بس، انك ترضى. لو رضيت كل حاجة هتبقى تمام، وكل الظروف هتبقى معاك، ولو عانيت الظروف هتعند معاك وهتعيش عمرك كله بتدور على الراحة. تعالوا بسرعة نطلع فاصل ونرجع علشان نبدأ فقرات حلقتنا النهاردة. بنفتح عينينا على الدنيا، بنتمنى نعيشها في كل ثانية، بس الحقيقة المؤكدة إننا لازم هيجي علينا وقت نسيبها ونمشي. مساء الخير عليكم أحلى مشاهدين في الدنيا، حلقة جديدة من برنامج كلام كبار الموسم الأول. كل واحد فينا لما بيتولد بتتكتب له حياته، بيتكتب له هيروح فين وإمتى وإزاي، بيتكتب له كل طريق هيمشي فيه وكل خطوة هيخطوها. بس الفرق هنا مين بيرضى باللي مكتوب له، مين بيرضى بكل رزق ربنا بيبعته ويحمده، ومين بيصبر على كل ابتلاء ربنا بيبعته. كل واحد فينا بيتمنى نجمة من السماء، بس ربنا كاتب لنا القمر كله. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير عليك يا ضحى. مساء الخير يا منار. مساء النور. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا، بس قبل ما نتكلم في موضوعنا في تعريف مهم جدا لازم كلنا نعرفه. هو يعني ايه الرضا؟ الرضا مش انك تستسلم للامر الواقع، الرضا في انك انت محققتش مجهودك، او ان انت في مرض معين فانت مش قادر تتعالج، او هو اصلا ليه علاج بس انت بتقول انا راضي. الرضا عمره ما كان كده. الرضا هو المجهود اللي انت بتبذله علشان توصل لحاجة ولم توفق فيها، فربنا وترضى بنصيبك واسمتك، وربنا عفوا قضاء ربنا ليك. المهم في انك انت تحقق وتوصل لده. الزوج مثلا زي الزوج اللي هو ما بيرزقش بربنا بأطفال، فنلاقي الزوج وصل لمرحلة ان هو بعد سعي كتير من العلاج ربنا مفيش اطفال. بس في بقى سؤال مهم جدا، هل عدم الانجاب سبب كافي لتبرير الطلاق؟ للأسف لا. وهل هو الغرض اساسي من الطلاق هو عدم الانجاب، بس مش هينفع ان انت تسبب هو سبب كسبب كافي احنا بنحتاجه في مجتمعنا ان الزواج نوصل لكده عن طريق الطلاق. دي حقيقة فعلا. كان في حاجة كده انا شفتها قدام عيني وتجربة شفتها قدام عيني، كانوا 2 متجوزين عن حب بعد 7 سنين، 7 سنين حب، بعدها اتجوزوا وللأسف لأسباب مرضية معينة الست ما بتخلفش. يجي هنا الزوج ونقدر نقول تصرف الزوج ممكن يبقى عامل ازاي، يا اما يطلقها ويتجوز تاني او يسيبها لسه على ذمته وبرده هيتجوز تاني. بس هي المشكله في كده ان الستات دلوقتي في مجتمعنا بيتعاملوا معامله غير الرجاله خالص. لو الست كانت المفروض هي اللي عندها هي المشكله، على طول الزوج بيجري ويروح يتجوز عليها او يطلقها. لكن لو الزوج هو اللي عنده المشكلة، المجتمع بيجبر المرأة بأن هي لازم تصبر على مجتمع على جوزها، وأن هي تحاول ترضى بالمكتوب. حتى في قانوننا المصري ما بيردوش يطلقوها للضرر في حالة عدم الإنجاب، بيبقوا شايفين ده حاجة عادية جدا إن الزوج ما بيخلفش. إيه المشكلة؟ فين الضرر في كده؟ لأ، في ضرر. إشمعنى هو ليه الحق إن هو يطلق وإن هو يتجوز تاني لكن هي ملهاش الحق؟ والمفروض ان هي كمان تتنازل عن حقوقها وعن امومتها اللي هي نفسها فيها طول حياتها، بتحلم ان هي تبقى ام، ازاي تستغنى عن الغريزه بتاعتها؟ المشكله مش في كده بس، المشكله كمان ان احنا في امهات دلوقتي بتتدخل في حياه ولادهم وتجبرهم على ان هم يتجوزوا تاني. او مش مشكله لو مراتك معترضه، لا طلقها مفيش مشكله خالص، ايه يعني؟ فدي حاجه وظاهره غريبه متعرض ليها في مجتمعنا، ومش عارفين ازاي نعرف نتعامل مع المشكله دي. انا عايزه اقولك كمان يا منار ان بعد رضا الزوج والزوجه وخلاص سلموا امرهم لربنا ورضيوا بالمقسوم، يجي هنا تدخل ام الزوج وانها عايزه اولاد، وكلنا عارفين ان الزن على الودان
أمر من السحر. أنا عايزة أشوف لك عيال، أنا نفسي حد يقول لي يا تيتا، نفسي أشوف لك ولد، نفسي أشوف لك عزوة كبيرة. وتيجي هنا دخول الولد الحفيد، أنا نفسي في ولد، حتى ولو جايب بنات أو ابنها مخلف بنات، لا أنا عايزة الولد. دي مشكلة حقيقية احنا بنعاشرها دلوقتي في أغلب كمان صعيد مصر، دي موجودة، إنك أنت الولد هو العزوة، وإن أنت لبعد ما تخلف ولد، لا احنا عايزين ولاد كتير ورجالة كتير عشان تبقى عائلتنا كبيرة ويبقى لينا اسم ولينا مكانة. هو الولد مش هو السبب، العيلة عمرها ما كانت بالولاد، العيلة بكيانها. البنت برضو ممكن تبقى ليها شأن وليها ان هي تعمل عيلة اكبر من كده، وبتدخل نسب جديد بعيلة جديدة. بس في حالة كانت غريبة جدا وشفناها الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، عن واحدة تقبلت الامر الواقع بتاع جوزها بس بشكل مختلف شوية. دي بنت حماتها واخت جوزها كانوا مصرين ان هو يتجوز تاني على مراته علشان يخلف ولاد كتير. مش بس كده، الفكرة ان هو اصلا مخلف ولاده بنات. ليه سبب الخلفة؟ لا احنا عايزين نشوف لك عزوة وعايزين نشوف لك ولاد. بعد الحاح كتير من مامته واخته وافق فعلا ان هو يتجوز تاني وساب مراته خالص. الزوجة اعترضت على كده وطلبت الطلاق. بعد ما طلبت الطلاق، الفكرة ان هي كان رد فعلها غير متوقع. بعد ما اتطلقت من جوزها راحت اقنعت اخت الزوج، وراحت اقنعته ان هو يتجوز تاني، لان هو من حقه هو كمان مثنى وثلاث ورباع. وقهرت خالص حماتها وقهرت مرات اخت جوزها. ليه؟ عشان كده هن عظيم. يعني اخت الزوج جوزها هي راحت اتجوزته؟ ايوه، اقتنعت ان هي لازم تاخد حقها، يعني لازم تنتقم منهم هما الاثنين. لا حقيقي ان كيدهن عظيم فعلا. بس ده للاسف بيخلينا نوصل لمرحله ان برضه في ستات بتعترض على ان هي تكمل مع جوزها وتستحمله. لا، بتيجي في وقت تقول لك لا انا ماليش دعوه، لو هو تعب لا قدر الله او حصل عنده اي ظرف قهري برضه بتبيعها وما بتقفش معاه. هو برضه مش الرجاله بس اللي وحشه وبتبيعها الستات، لا برضه في ستات مش كويسه وما بتقفش جنب جوزها. ودي برضه بيرجع ان هو دايما يتقال عليهم ان هم مش ولاد اصول، لان وقت الجد الست بتبان. هي فعلا احنا برضو هنيجي نقول ان الست مش دايما، بس في نماذج كتيرة جدا ما بتقفش في وقت الاحتياج لجوزها. يعني جوزها مثلا وقف في مرض زي ما قالت منار، لا انا ما مش هقدر اكمل او مش هقدر استحمل ده، فتبيع بالسهل حتى لو في اولاد. ده ممكن تسيب الاولاد كمان وتبيع عادي، ما عندهاش اي مشكلة في ده. بس هي الفكرة هنا الصبر، ان انا اصبر واستحمل جوزي. ده زي ما بنقول كلنا هو ده كرة تحايمي. بس هي الفكرة برضو هنا نرجع نقول ان الست بتبان هنا بميت راجل، ان هي تستحمل جوزها وتصبر عليه في مرضه وتعبه، ولا لا؟ وبرضو هي الخلاصة اللي انا عايزة اقولها ان الرضا بالمقسوم ده مش حاجة سهلة. ان احنا نرضى بالربنا كاتبهن مش سهل على اي حد ان هو يعمل كده. في ناس كتير ما بترضاش بقضاء ربنا، ودي يعني أسوأ أنواع من قلة الإيمان. دي حقيقة. بس في سؤال مهم قبل ما تخلص فقرتنا النهاردة، هل لو ربنا رزقك بالصحة والمال والبنون هتبقى سعيد؟ هل ده اختبار وحب؟ هل ده حب من ربنا ليك ولا اختبار ليك ان انت هتقدر تقدر النعم دي؟ والابتلاء على قضاء ربنا هل هترضى بيه لو الابتلاء ده هيقربك فعلا من ربنا؟ خليك عارف ان الرضا هو النسيم اللي بيهب على قلبك علشان يخبره ان انت بخير، وان اهم حاجة في حياتنا ان ربنا يرزقنا القناعة في رزقنا ويبارك لنا فيه. ونستناكم في فقرة جديدة من برنامجنا كلام كبار. مع السلامة بعد الفاصل.